أضحت المقاهي النسائية متنفساً مهماً للنساء والشابات السعوديات، حيث وجدنا فيها الفرصة لالتقاء بالصديقات والقريبات في أي وقت للخروج من الروتين المعتاد من جلسات البيوت خلال جمعات الأهل نهاية كل أسبوع. بينما تجد البعض منهن فيه مكاناً للعمل وإنجاز المهمات أو تبادل المعلومات والمنفعة، أما البعض الآخر فيذهب إليها باحثاً عن الهدوء، كما يقال شعبياً منفردين بأنفسهن أو بصحبة صديقة مقربة لارتشاف قهوة الصباح أو المساء وتبادل الأحاديث الودية، والبوح بمكنونات النفس حيث لا يتاح ذلك حتى عبر وسائل الاتصال الذكي. وتعتبر عبير الشلهوب هي صاحبة أول مقهى نسائي، حيث أصبح مشروعها رائداً في هذا المجال لما يوفر من سبل الهدوء والاسترخاء، إضافة للتنوع الجميل في قائمة الخاصة بها. ولم تكتفي بذلك وحسب، بل قامت بعدد من المبادرات المميزة تجاه المدارس والمجتمع. استوديو الإخبارية، ياسمين الصوفان، الرياض. مجددا معكم مشاهدينا وفي صوت المواطن وصاحبة أول مقهى نسائي عبير الشلهوب، مرحبا. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ. حياك الله. حدثيني عن بداية المشروع، متى بدأتي هذا المشروع؟ فكرة المشروع جت بعد ولادة رؤية 2030 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. فكان من ضمن البنود الموجودة فيه أنه يكون للشباب والشابات السعوديات بصمة في هذا الوطن، والحمد لله كانت أمنيتي أني أكون أول من الشباب من الشابات على رأس هذه المجموعة لتحقيق البصمة على أرض وطني. جميل. من خلال هذا المشروع الكافي. اي نعم. طيب، يعني البعض يقول هنالك في مشاريع قبل الرؤية كان في مقاهي نسائية. اي نعم. وش الفرق بين مشروعك والمشاريع التي كانت قبلها؟ المشروع فيها نوع من أنواع تحديد أو تحقيق بعض من الرؤية. أولها هي توطين توظيف شابات السعوديات والاتكال بعد الله عليهم، وقدر ما يقدر الواحد أنه يبادر حتى بتوظيف بنات بلده، وهذا الشيء يكون فخر، وهذا أحد البنود أيضا في 2030. جميل. كل العاملات في هذا المشروع أو هذا المقهى سعوديات؟ 100%. كم عددكم؟ 6. ما شاء الله. تعملون فترات من الصباح إلى الليل ولا لكم وقت يتناسب مع طبيعة المرأة السعودية؟ والله إحنا نفتح طولة أيام الأسبوع من الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 4 العصر إلى الساعة 11 المساء. تعرف أغلب النساء أو السيدات بشكل عام يفضلون الطلوع في هذا الوقت يعني، لكن يوم السبت نفتح من الصباح إلى حد الساعة 10 بالليل. جميل. إذا تحدثنا عن المنافسة أو أن بأنه هنالك منافسة معكم، من الذي ينافسكم في هذا المجال غير المقاهي النسائية الأخرى؟ شوف، المجال المنافسة في هذا الموضوع مرة كبير وواسع، ولا أقتصر فقط على مجال المقاهي النسائية. يعني ما شاء الله، شوف كافيهات الآن كثيرة نسائية في الرياض، لكن هي سبحان الله على الإبداع وعلى اللمسات، إذا كانت اللمسات منفردة مميزة هذا شيء له دور كبير أكيد. نعم. يعني أستاذ عبير، أنت قبل هالمقهى مارستي عمل حكومي عمل خاص، أو هذا المشروع هو عملك الأول؟ لا، قد سبق. الحمد لله أنا أملك الآن فوق 16 شهادة ما بين دورات وما بين تطوع إنساني، الحمد لله والشكر. وسبق أني أنا كنت معلمة حاسب آلي في أحد مراكز التأهيل لمتلازمة داون. جميل. بدأت هذه الفكرة انطلاقا أو كما قلت تمشيا أو مواءمة مع الرؤية، ولكن أنت كصاحبة عمل أو سيدة عمل الآن، يعني بدأتيها وأنت تعلمين بأن جدواها نافعة، يعني العائد من هذا المشروع نافع، أم كان لديك تخوف، أم كنت في طور التجربة الجريئة؟ لابد من أي إقدام على أي مشروع حتى لو كان وظيفة يكون عندك قوة قلب، ويكون عندك أحد مساند لك أنه يأخذ على يدك ويبرزك على المكان اللي أنت تبغى تثبت نفسك فيه، ويكون عندك جراءة مع تحدي وتحديد هدف. هذا شيء له أولوية خاصة فإنك أنت توصل للي أنت تبغاه. جميل. فكرتي
مشاركة أو الاستعانة بخدمات أي من المؤسسات الداعمة الحكومية؟ أي أكيد. أنا أحد مستفيدات معهد ريادة تحت ظل بنك التنمية الاجتماعي، وهم المساعدين الأول بعد الله في أني أنا أحقق مشروعي على أرض وطني. جميل. يعني البعض يسأل، وطالما أنت صاحب التجربة، كيف البدء في عملية، أو من لديها فكرة أو من لديها مشروع، كيف البدء في عملية البحث عن ممولين أو مؤسسات داعمة مثل بنك التنمية الاجتماعي، وإلى أي مدى سهولة الموضوع من صعوبته؟ ما في حاجة سهلة في البداية، ولا بد أن الإنسان يكون يحدد أصلاً وش هدف اللي هو يبغى يطلع منه، أو عفواً يثبت نفسه فيه. فجهات التمويل الحكومة الملك سلمان سهل جداً أنه الشباب السعودي يكون لهم بصمة، يكون لهم أحد الأعمدة لبروز أعمالهم على أرض الوطن. جميل. فعندك كذا جهات تابعة للحكومة، اللي هو معهد ريادة، صندوق المئوية، كذا جهة تمويلية، وكلها تحت تسهيل الحمد لله كبير. جميل. يعني دعينا نسقط الحالة على المشروع الذي عملتيه، فكرتي في الحصول على تمويل وتوجهتي مباشرة لبنك التنمية. اي نعم، معهد ريادة تابع لبنك التنمية. ذهبت الى معهد ريادة. اي نعم. طرحتي عليهم فكرة المشروع. اكيد. هو اولا يتم تسجيلك عن طريق الموقع. جميل. بعدها يتم تحويل دراسة الجدوى المبسطة اللي عن طريقة اللي قدمها. أنت من كتب الدراسة؟ أكيد الحمد لله. ما تعتقدين بأنه يعني جميل جدا أنه شخص يكتب هذه الدراسة بما فيها من بنود، بما فيها من مسح ميداني ومقارنة بالأسواق، ولكن المبتدئ في السوق يصعب عليه كتابة مثل هذه الأرقام؟ صح، لكن لابد أن الإنسان قبل لا يعمل أي عمل يكون عنده رؤية كاملة عن الموضوع. أنا عندي في أحد المبادرات عندي سناب خاص للفتيات اللي يبغون يسوون مشروع، فكنت دائما أتكلم عن هالنقطة، أنه قبل الإنسان ما يبدأ أي مشروع لابد أنه يكون دارس المشروع بشكل عام، ميداني، حتى على صعيد الأرقام بشكل عام في المؤسسات الكبيرة أو حتى المؤسسات الصغيرة، لابد أن الإنسان يكون مطلع ويكون على علم. أستاذة عبيرة الشلهوب، وكما أخبرني المخرج بأن الوقت قد أزف، شكرا جزيلا لك عبيرة الشلهوب. الله يخليك، شكرا لك يا ذكرى. أشكركم أنتم مشاهدينا الكرام أيضا، وإلى حلقة جديدة من استوديو الإخبارية، كونوا بخير.